لكن مشاهدينا دعونا نشرح لكم لماذا اعترض السودان وحذر من الملأ الأحادي الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا دون تنسيق واتفاق مشترك مع السودان ومصر. ويعود هذا إلى عدة أسباب، منها أن الملأ الثاني للسد يهدد نصف سكان السودان بكارثة عطش قد تستمر لشهر وفق مسؤولين سودانيين، فضلا عن قرب المسافة بين سد الروسيرس بالسودان وسد النهضة. سد الروسيرس السوداني تم تشييده على النيل الأزرق في منطقة تبعد نحو 60 كيلومترا من الحدود السودانية الإثيوبية وعلى بعد نحو 100 كيلومتر من سد النهضة الإثيوبي. السودان يعتبر أن الملأ الثاني الذي يقدر بحوالي 13.5 مليار متر مكعب من غير توقيع اتفاق ومن غير تبادل معلومات مع إدارة سد الروسيرس يشكل تهديدا مباشرا للسد، وبالتالي تهديد لنحو نصف سكان السودان الذين يسكنون على امتداد النيل وعلى منظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن القومي السوداني، خاصة أنه وفي يوليو من العام الماضي اتخذت إثيوبيا قراراً أحادياً بعملية الملء الأولى والتي كانت بمقدار 4.5 مليار متر مكعب. الملء الأول مشاهدينا كان له تأثير سلبي مباشر على بعض محطات المياه بالخرطوم، كما تعرضت السودان لمخاطر في عملية توليد الكهرباء في سد الروسيرس، ويعادل الملء الثاني الذي سيتم في يوليو 3 أضعاف الملء الأول، وهو ما يزيد من مخاوف السودان. أما في حال انهار سد النهضة فسينهار معه كذلك سد الروسيرس السوداني، وسيجرف مخزونا مائيا يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب، ما يؤدي لفيضانات مدمرة وتشريد ملايين السودانيين وإغراق مساحات كبيرة من الأراضي والمنازل والمنشآت، كما سيؤثر على السدود السودانية الأخرى وهي سنار والجزيرة والحصحيصة، وهو ما قد يعرض مدنا سودانية كاملة للاختفاء.